لا هذا لويس باكي هو وزن سوبر هيفي ويت 91 بلس كيلوغرام ثقيل الثقيل يدخل من فوق الحلبة اللاعب الضخم ما شاء الله واللاعب الأشهر في العالم في هذا الوزن الآن زائد 91 كيلوغرام الأول في العالم في هذا الميزان يقابل الآن بطل الكويت دايسون الأمس وبطل اليوم بإذن الله أتمنى توفيق للمنتخبات العربية دولة الكويت تنتظر منك يا عبد الرحمن العنيزي تحقيق معجزة انتصار على الجبال الكازاخستانية بكامل أوصافها هنا في الركن الأحمر إهداء فوز لدولة الكويت الشقيقة والذي يخفف الأخبار الحزينة التي نقلناها لوفاة والدة اللاعبة نوال وخسارتها بالأمس وخسارة بعض الملاكمين الأبطال المنتخب الكويتي كل الآمال معلقة عليك الآن يا عبد الرحمن العنيزي لكن أمامك خيار شبه مستحيل بلاعب ذو تفوق جسماني رهيب حول العالم اللاعب الأشهر في العالم حاليا جلالوف بوخضير الأوزبكي رقم واحد في العالم في وزن 91 أنت الذي جلبت ذلك لنفسك يا عبد الرحمن العنيزي بطموحك للتحدي وإرادتك القوية في النزالات القوية إنك الآن تجابه رقم واحد في العالم هذا يجعل منك الآن رقم اثنان وإن شاء الله ستكون رقم واحد بعد نهاية النزال لكن الخيار ليس سهلا أبدا أعزائي المشاهدين تفوق جسماني رهيب نحن نتحدث عن معجزة الآن من في العالم يستطيع التغلب على اللاعب جلالوف بوخضير نحن لدينا الأمل بتيسون العرب أن يفعل شيئا جديدا نحن في الجولة الأولى بين أوزبكستان والكويت العربية الشقيقة يمثلها عبد الرحمن العنيزي الذي أسعد الكثير والملايين من العرب حول العالم بلعب قوي واستثنائي وها هو الآن يمثل للمرة الثانية ولكن أمام شخص استثنائي ما شاء الله من الصعب جدا أن تكون بهذه الضخامة سيد علي بهذا الجسم وهذه الضخامة وهذه السرعة في نفس الوزن الآن ذاته ما هذا؟ بالتأكيد حضور مشرف لدولة الكويت المتمثلة باللاعب البطل عبد الرحمن العنيزي وهو شرف كبير أن ينازل البطل العالم جلالوف من أوزبكستان نمبر وان أعتقد هو بحد ذاته إنجاز نتمنى التوفيق ولكن المعطيات تقول شيء ويعني قلوبنا تقول شيء آخر يعني دخول حذر لعبد الرحمن هو وله كل الحق لا أعلم ماذا سأفعل كنت مكانه ولكن الهروب هو الحل في مجابهة هذا اللاعب الاستثنائي اللاعب رقم واحد في وزن ثقيل الثقيل سوبر هيفي ويت كاتيجوري بلس 91 كيلوغرام نتمنى أن يستمر هذا الهدوء للملاكم الأوزبكي نعم لاعب الأوزبكي حذر فقد رأى المباراة السابقة للاعب العنيزي والتي أبلى فيها بلاء حسنا بالتأكيد حذر من اللكمات الهوك اللي يمتلكها الملاكم عبد الرحمن العنيزي نعم وقد هدد بل هزم الجبال الأفغانية في اللقاء السابق لا تحصر نفسك في الزاوية يا عنيزي بالتأكيد يجب الخروج نعم لكمة مرتدة جميلة لكمة مرتدة جميلة قبل نهاية الجولة الأولى واللاعب الاستثنائي الذي دخل من فوق الحبال تذكرة أننا بالأندرتيكر العنيزي في مواجهة الأندرتيكر تايسون في مواجهة الأندرتيكر من يفوز الملاكم أو المصارع والله يعني احنا العاطفة تقول شيء والواقع يقول شيء آخر يعني الملاكم الأوزبكي حذر جدا يعني من بعد ما هذه اللكمة القوية لكمة يسارية من يتحمل انظر كان الله في عونك يا عبد الرحمن العنيزي
شجاعة كبيرة. شجاعة كبيرة فعلا. فعلا هذا شاب من قدام يحاول جلب النصر لبلاده على بعد خطوتين على الصعود إلى النهائي وتمثيل بلاده. ليس بلادي فقط ولكن كل الدول العربية. خروج المساعدين خارج الحلقة وبدء الجولة الثانية للاعب العنيزي في هذه البطولة القارية، اللاعب الوحيد في الدول العربية المشاركة التي يصل إلى هذه المرحلة في نصف النهائي. على الأقل سيضمن إما الفضية أو يذهب إلى الذهبية في النهائي، أليس كذلك ولا برونزي؟ بالتأكيد يعني إذا تأهل، يعني إذا توقف هذا يعني سلسلة انتصاراته سيتوقف على الميدالية البرونزية. إذن لازلنا نتابع، على الأقل سوف يحقق ميدالية وإن كانت برونزية ستكون الإهداء الذي يرجع به لدولة الكويت والعرب جميعا. ولكن في لم تنتهي الجولة الثانية حتى نحكم على ذلك، لدي المزيد من الفرص لإثبات الأداء الأفضل وبإمكانه لما لا الصعود. بالتأكيد، ولكن يعني يجب أن يجتهد بعض الشيء في هذه الجولة، ممكن الخروج من هذه الزاوية. بالتأكيد لكمة استوجبت العد، اللكمة القوية، اللعب جلالوف ذو الجسم ما شاء الله الاستثنائي، لكمات أوقف النزال لما نعم. فالحكم على سلامة اللاعب الكويت تايسون الكويت مرة ثانية. كان القرار الآن الأندرتيكر، الأندرتيكر يقرر الفوز على تايسون. بالتأكيد يعني لسلامة اللاعب الكويتي. اللاعب نعم. بالتأكيد يعني وهو إنجاز حقيقي، يعني إنه ميدالية أضافت إلى يعني المنتخبات العربية عن طريق البطل عبد الرحمن العنزي وهو يواجه. انظر إلى قوة اللكمة. بالتأكيد. تلك اليسرى المستقيمة، وهذا لاعب استثنائي ما شاء الله، الله أكبر. واللاعب العنيزي ذو المقدام، ذو القلب الشجاع وإصراره على تمثيل بلاده حتى النهائي، ولكن لم يحرف الحظ. أسعدتنا يا عبد الرحمن، أسعدت العرب جميعا ونشكرك. نحن and still number one in the world. اللاعب جلالوف بو خضير من أوزبكستان يحافظ على مرتبته وتصنيفه الأول حول العالم. أندرتيكر الأوزبكستان، مبروك وحظ أوفر للاعب عبد الرحمن العنيزي الذي إن شاء الله سيكون بطلا يمثل بلاده في المستقبل أيضا في الأولمبياد بإذن الله يوم آخر. لم يكن يوم اللاعب عبد الرحمن مع هذا الاختبار الصعب مع بالتأكيد ما شاء الله العملاق جلالوف أكثر شهرة في العالم حاليا. بالتأكيد يعني السوشيال ميديا وكلها تتكلم عن إمكانية الملاكم انظر جلالوف. انظر إلى تحمل هذه اللكمات، إنها صواريخ. يا سبحان الله، كيف يجتمع القوة الجسمانية مع السرعة في اللكم. بالتأكيد هذا نحن يعني أمام معجزة. صح بالضبط، يعني هذا لاعب استثنائي حقيقي فعلا. يعني هو ظاهرة يعني هذه ظاهرة. ممكن أنه يتوجه بعد الأولمبياد إلى الاحتراف يعني. طبعا إذا وهذا شيء أكيد يعني أكيد. هو لاعب يشارك في دورات الـ WSP والـ ABP والنزالات الاحترافية وشبه الاحترافية في النظام الأيبة، وبالتأكيد سيكون له في المستقبل شأن أكبر. بالتأكيد يعني كون يمتلك قياسات جسمانية يعني معجزة.